بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية. عنوان محاضرة اليوم: الجنود الثلاثة الهاربين. هذا هو النموذج الثاني من النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن النموذج الأول الاستمراري، وكان يسمى النوافذ أو الفجوات. لكن قبل ما أبدأ حابب أقول حاجة بالنسبة لمسمى هذا النموذج: في التحليل الفني الياباني يسمى الجنود الثلاثة الهاربين، وله شكلان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. بينما في التحليل الفني الغربي الشكل الإيجابي يسمى الطرق الثلاثة الطالعة (Leasing Three Methods)، والشكل السلبي يسمى الطرق الثلاثة النازلة (Failing Three Methods). أولا، في حالة الشكل الإيجابي للجنود الثلاثة الهاربين، هذا النموذج يدل على وقفة في الاتجاه الصاعد للأسعار، تبدأ بشمعة خضراء طويلة ثم يليها ثلاث شمعات صغيرة تهبط بالتوالي، وتكون جميعها واقعة بين أعلى وأدنى سعر للشمعة الخضراء الطويلة الأولى، أي أن كلها تقع داخل نطاق هذه الشمعة، ولا يهم لون هذه الشموع ولا نوعها، لكن غالبا ما تأخذ اللون الأحمر، وبعد كده بتيجي شمعة أيضا خضراء طويلة تؤكد استمرار الاتجاه الصاعد للأسعار، وتغلق فوق أعلى ظل للشمعة الخضراء الأولى. وهذا هو ما يعتبر بداية تفعيل النموذج، ومن بعد مستوى هذا الإغلاق ممكن أدخل صفقة شراء مربحة إن شاء الله بنسبة 100%. ثانيا، في حالة الشكل السلبي للجنود الثلاثة الهاربين، هذا النموذج يدل على وقفة في الاتجاه الهابط للأسعار، تبدأ بشمعة حمراء طويلة يليها ثلاث شمعات صغيرة ترتفع بالتوالي، وتكون جميعها في نطاق الشمعة الحمراء الطويلة، تقع بين أعلى وأدنى سعر لها، واللون أيضا غير مهم وكذلك النوع، لكن غالبا ما تكون هذه الشموع الصغيرة باللون الأخضر، وبعد كده بتيجي شمعة طويلة حمراء أيضا تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الحمراء الأولى، مما يؤكد استمرار الهبوط. وعلى هذا الأساس يكون النموذج قد اتفعل، وممكن أدخل صفقة بيع قوية جدا من بعد مستوى إغلاق هذه الشمعة. في ملحوظة مهمة جدا على هذا النموذج: هذا النموذج نموذج قوي جدا بالنسبة للمتداول. إذا فهم هذا النموذج جيدا بإمكانه أن يعتمده كاستراتيجية تداول حرفيا بمفرده دون أي عوامل مساعدة أخرى كمؤشرات وغيرها، وممكن يطلع منه بنتائج قوية جدا ومكاسب قوية جدا، وخاصة على الفريم اليومي. الشكل العام للنموذج يتضمن شكلين: الشكل الأول هو الشكل الإيجابي في الاتجاه الصاعد اللي ظاهر عندي على الرسم التوضيحي على اليمين، والشكل السلبي في الاتجاه الهابط اللي موجود معايا جهة اليسار. طيب، ما هي معايير تشكل هذا النموذج، أو بمعنى آخر ما هي الشروط والأحكام التي يجب أن تتوفر في هذا النموذج؟ رقم واحد، أن يكون السعر في اتجاه واضح صاعد أو هابط، يعني هذا النموذج يتشكل في الحالات اللي بيكون فيها الاتجاه صاعد، وكمان في الحالات اللي بيكون فيها الاتجاه هابط، وهو نموذج استمراري. رقم اتنين، يتشكل معي شمعة طويلة وفيها زخم مقارنة بالشموع السابقة، يعني لما بتكون بتتابع الأسعار هتلاحظ أن بداية السعر صاعد، وبعدين تيجي شمعة خضراء شرائية ثيرانية طويلة ممتلئة فيها زخم كبير ولتكن رقم واحد،
ويعتبر هذه الشمعة رقم واحد هي بداية تشكل النموذج، أو ولا يهم عدد الشموع التي كان قبلها، اللي يهمني الشمعة الطويلة وما بعدها من شموع. رقم ثلاثة اللي أكد لي تشكل هذا النموذج أنه لابد أن تتشكل الشموع الصغيرة داخل امتداد الشمعة الأولى من أعلى مستوى الظل إلى أدناه، أي أن هذه الشموع الصغيرة لا تتعدى مستوى ظل الشمعة الطويلة من فوقها أو من تحتها، أي أنها لابد أن تكون، أي هذه الشموع، محصورة ما بين الظل العلوي والظل السفلي للشمعة الأولى. أحيانا تكون محصورة بين الجسم فقط، لكن هذا في الحالة المثالية. أما في الحالة العامة يكون هذه الأجسام واقعة بين الظل العلوي والظل السفلي للشمعة الخضراء الأولى. رقم أربعة هو أن عدد الشموع في الحالة المثالية الموجودة داخل مدى هذه الشمعة الخضراء هو ثلاثة شموع حمراء بأي نوع من أنواع الشموع. أما في الحالة غير المثالية ممكن يكون شمعتين أو أكتر بأي لون، لكن يغلب عليها اللون الأحمر. أهم حاجة عندي أنها تفضل محصورة بين الظل العلوي والظل السفلي للشمعة الأولى. رقم خمسة، كما قلنا أن أقل عدد لهذه الشموع الداخلية هو من شمعتين إلى أكتر. كما قلنا في الحالة المثالية المفروض نشوف ثلاث شموع، لكن أثناء التداول العملي ممكن نلاقي النموذج ده فيه شمعتين بس في المنتصف، ممكن يمتد حتى لو 10 شمعات، مفيش أي مشكلة طالما أن هذه الشموع المتتالية ما زالت موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى من الظل العلوي إلى الظل السفلي، مفيش مشكلة. يعني أجسام هذه الشموع تقع داخل النطاق، إنما لو أحد ذيول هذه الشموع الصغيرة تعدى الشمعة الخضراء الأولى برضو مفيش مشكلة ويظل النموذج صحيح. رقم سبعة، الشمعة الأخيرة في النموذج تكون طويلة وتغلق بعد ظل الشمعة الأولى في النموذج. طبعا النموذج اللي احنا بنشرح عليه ده نموذج الجنود الثلاثة الهاربين الإيجابي، يعني بعده يكون الاتجاه صاعد. ده معناه أن الشمعة التي تغلق فوق الظل العلوي لأول شمعة في النموذج هي اللي تخليني أقول إن فعلا كده النموذج اتشكل. كمان هذه الشمعة هي التي تعتبر مكان تفعيل النموذج، يعني بعد ما يحصل إغلاق لهذه الشمعة الأخيرة أدخل صفقة شراء من هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري. هذا بالنسبة لحالة الشراء. أما بالنسبة لحالة البيع طبعا هيكون بالعكس زي ما هنشوف على الأمثلة بعد قليل. أكرر مرة أخرى، هذا نموذج يتكرر على الشرط بشكل كبير، ولو تم إتقانه وفهمه وتطبيقه التطبيق الصحيح من خلال الشروط والأحكام اللي احنا قلناها سوف نحصل منه على نتائج قوية جدا ومبهرة. رقم 8، الحالة المثالية للشمعة الأخيرة هي أنها تفتح قبل إغلاق الشمعة التي قبلها. يعني لو تلاحظ الشمعة رقم 3 الحمراء اللي بناء عليها سمينا النموذج بالجنود الثلاثة الهاربين أغلقت عند هذا المستوى. المفروض في الحالة المثالية الشمعة اللي بتيجي بعدها لا تفتح عند نفس مستوى إغلاق هذه الشمعة، وإنما تفتح قبله. طبعا كل اللي احنا قلناه ده في حالة النموذج عندما يكون إيجابي، والعكس صحيح في حالة إذا كان النموذج سلبي. لما يكون النموذج سلبي بيكون عندي الاتجاه هابط، يتكون عندي شمعة طويلة بهذا الشكل بيعية، ثم تأتي شموع شرائية بهذا الشكل تفضل موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى من الظل إلى الظل. مثلا لو كان عندي 3 شموع من بعدهم الشمعة الرابعة، الحالة المثالية إنها تفتح من هنا. فمثلا الشمعة الثالثة أغلقت من هذا المستوى، الشمعة الرابعة المفروض تفتح قبل إغلاق الشمعة الثالثة وتنزل للأسفل متخطية الظل السفلي للشمعة الأولى، ثم مباشرة يكمل السعر الهبوط إلى أسفل. ونقدر نلخص كل اللي احنا قلناه في كلمتين بالنسبة
لنموذج الجنود الثلاثة الهاربين، بيكون عندي اتجاه صاعد، الشمعة الأولى فيها زخم كبير، ثم يأتي عدد من الشموع الصغيرة تبدأ من شمعتين إلى ثلاثة أو أكثر، كلها تقع داخل نطاق الشمعة الأولى من الظل العلوي إلى الظل السفلي، ثم من بعد هذه الشموع الصغيرة تأتي شمعة شبيهة بأول شمعة في النموذج، نطلق عليها الشمعة الأخيرة في النموذج. هذه الشمعة الأخيرة أهم صفاتها أنها تكون بزخم مشابه لأول شمعة، وإغلاقها يتعدى الظل العلوي لأول شمعة، نقطة الدخول المناسبة يكون بعد مستوى إغلاق الشمعة الأخيرة. ودلوقتي مع أمثلة عملية على نموذج الجنود الثلاثة الهاربين. المثال الأول، لاحظ معي السعر كان صاعد وبعدين دخل في تصحيح بسيط ثم أكمل الصعود، ثم من هنا بدأ يتكون نموذج الجنود الثلاثة الهاربين اللي داخل المستطيل. لاحظ بعد الشمعة الخضراء جت شمعة حمراء، جاء بعدها سلسلة من الشموع لم يتعدى مستوى افتتاحها وإغلاقها مستوى الشمعة الحمراء. يعني هذه الشمعة الأولى لو رسمنا حدودها السفلية وحدودها العلوية، نلاحظ أن هذه الشموع الموجودة داخل هذه المنطقة لم تتعدى حدود الظل العلوي أو الظل السفلي لأول شمعة. إذن هذا هو نموذج الجنود الثلاثة الهاربين، وزي ما قلنا إنه ممكن يتشكل من شمعتين إلى عدة شموع. إحنا عارفين إن الحالة المثالية للنموذج هو اللي بيكون فيها ثلاث شموع، لكن الحالة غير المثالية ممكن يكون اتنين أو أكتر، النموذج فيه مرونة. المهم كل الشموع أيا كان عددها تفتح وتغلق داخل نطاق الشمعة الأولى. بعد تكون هذا النموذج، لاحظ الشمعة الخضراء الطويلة اللي جت بعد النموذج، هي دي شمعة التأكيد التي تؤكد على اكتمال النموذج، لأنها أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الحمراء الأولى في النموذج. إذن في إمكاني أدخل من بعد إغلاق هذه الشمعة مباشرة من هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري. هذا الشرط مأخوذ على الفريم اليومي، يعني كل شمعة لها وزنها ولها ثقلها، وكلما كان الفريم أكبر كل ما كان الشموع اليابانية ذات مصداقية أكبر في التعبير عن السوق. النموذج هذا قوي جدا في المدولة لأنه نموذج استمراري بيمشي مع الاتجاه العام وليس عكس الاتجاه. إذا تم اقتناص هذا النموذج على الشرط بشكل جيد، فإننا سنحصل منه على مكاسب كبيرة جدا لأنه نموذج قوي وفعال. المثال الثاني على نفس الشرط، لو تلاحظ هنا بعد الصعود اللي احنا شفناه في المثال اللي فات، بدأ زوج الأسعار يعمل انعكاس. في هذا الانعكاس اللي حول الاتجاه من صاعد إلى هابط، أنا مش هبص على اتجاه قديم، احنا دايما بنبص على الاتجاه من 10 إلى 20 شمعة بالكتير، وحدد على أساسهم الاتجاه اللي أنا هتعامل معاه قبل المكان اللي أنا بكون فيه. لو تلاحظ تكون نموذج الجنود الثلاثة الهاربين، شمعة حمراء بيعية دبابية طويلة بينهم عدد من الشموع أيا كان عددها وأيا كان لونها، كلها فتحت وأغلقت داخل نطاق هذه الشمعة. طيب النموذج اللي قدامي ده نقدر نقول عليه نموذج الجنود الثلاثة الهاربين السلبي. لماذا سلبي؟ لأنه ما قبل هذا النموذج هو اتجاه هابط. طيب إيه يكون توقعي؟ يكون توقعي إذا حدث إغلاق لأول شمعة فأنا هنا هدخل صفقة بيع بدون تردد. في هذه الحالة لاحظ أن الشمعة اللي فعلت النموذج مشابهة تماما لأول شمعة في النموذج، بنفس الزخم وبنفس الطول ومحققة لكل الشروط. كده النموذج ده مكتمل الشروط، ادخل صفقة بيع عند هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع. المثال الثالث، في هذا المثال عندي اتجاه صاعد. لو فكرنا ثواني، طيب فين نموذج الجنود الثلاثة الهاربين؟ هل لقيه موجود داخل الشكل البيضاوي اللي قدامنا ده؟ قبله اتجاه صاعد قصير، عندي شمعة شرائية ثيرانية خضراء فيها زخم، بعدها عندي مجموعة من الشموع البيعية الدبابية الحمراء أجسامها كلها موجودة داخل نطاق الظل العلوي والسفلي.
للشمعة الشرائية الأولى. عندي كذا نوع من الشموع داخل نطاق الشمعة الكبيرة، دوجي ورجل المشنوق وكمان دوجي آخر إلى غير ذلك. كل هذه الشموع ليس لها أي معنى ما دامت موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى. عشان كده في النماذج الإنعكاسية كنا عشان نحكم على النموذج إنه اكتمل وابتدي أفعله في التداول، كنا بنبص على الشمعة الموالية للنموذج. يعني لو حبيت أن أبيع على أساس شمعة الشهاب الأولى شوتينج ستار على إنها عاكسة للاتجاه وبدأت البيع بشكل مباشر، مش هتنجح الصفقة لأنه لم يحدث إغلاق من الشمعة الموالية تحت أسفل ظل الشهاب، وكمان الشهاب في حد ذاته لم يحدث الإغلاق إلا بعد عدة شموع كلها بدون أحكام تقريبا. على كل حال خلينا نكمل في نموذج الجنود الهاربين الثلاثة. هذا النموذج ده كده تقريبا في الحالة المثالية له، لأن الشموع الموجودة داخل نطاق الشمعة الأولى عددها قليل، تقريبا حوالي 4 شموع، قريبة جدا من الحالة المثالية اللي بيكون فيها عدد الشموع هو 3 شموع. الشمعة الأخيرة في النموذج هي اللي فعلت النموذج، كانت مشابهة تماما لأول شمعة، وبالتالي إغلاق هذه الشمعة هو مكان تفعيل النموذج. مميزات هذا النموذج إنه بيمشي دايما مع الاتجاه، والقاعدة المعروفة في عالم التداول بتقولك اعرف الاتجاه وامشي معاه هتكسب وهتربح، وأكيد هيبقى لك حظ وخير من الموضوع. لو تلاحظ كمان إن النموذج تكرر مرة أخرى في هذه المنطقة، يعني لو ما خدتش بالك من النموذج الأول ممكن تلحق تاخد بالك من النموذج ده وتستغله. لاحظ معي، حدث معي هذه الشمعة اللي كان فيها زخم، حددنا الظل العلوي وحددنا الظل السفلي. الشموع الثلاثة اللي فتحت داخل نطاق الشمعة الأولى تعتبر في حالتها المثالية. الشمعة الرابعة هي التي فعلت النموذج لأنها أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الأولى للنموذج. ادخل صفقة شراء من هذا المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل اشتري. المثال الرابع، لو كملنا على نفس الشرط، لاحظ هذه الشمعة، نلاحظ أنها شمعة بيعية حمراء دبابية. لو حددنا الحدود العليا للظل العلوي والظل السفلي لها هتلاقي إن في حوالي 1، 2، 3، 4 شموع خضراء تقع في نطاقها. الأجسام كلها فتحها وإغلاقها داخل نطاق هذه الشمعة الحمراء الأولى. إذن كده أنا عندي احتمالية لتشكل نموذج الجنود الثلاثة الهاربين السلبي. دلوقتي الشمعة الرابعة هي اللي هتأكد لي صحة النموذج من عدمه. لو بصينا على الإغلاق اللي حدث في الشمعة الرابعة هنلاقيه أسفل الظل السفلي للشمعة الحمراء الأولى للنموذج. كده يبقى النموذج بتاعي اكتمل وجاهز للتفعيل. من بعد هذا المستوى ادخل صفقة بيع من بعد مستوى إغلاق الشمعة الرابعة. المثال الخامس، لو أنا استمريت في نفس الاتجاه الهابط هلاقي كمان نموذج الجنود الثلاثة الهاربين تكون مرة أخرى في هذه المنطقة اللي عليها شكل بيضاوي. لماذا؟ عندي اتجاه هابط، بعدين جت شمعة بيعية فيها زخم كبير، وبعدين عندي شمعتين جم داخل نطاق الشمعة الحمراء الطويلة، وبعدين جت الشمعة اللي بعدهم شبه أول شمعة في النموذج، حققت شرط اكتمال النموذج وهي أنها أغلقت تحت الظل السفلي لشمعة النموذج الأولى. على هذا الأساس هدخل صفقة بيع عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع من هنا. المثال السادس والأخير عندي على الشرط، في هذا المثال ممكن أدخل كذا صفقة شراء لأن النموذج اتكون عندي كذا مرة وفي كل مرة يحقق الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها. هذا النموذج قوي جدا زي ما قلنا، وينفع ان احنا نستخدمه كاستراتيجية كنموذج مستقل بذاته، بس لو عرفنا ازاي نطبقه صح. وبكده يبقى خلصنا محاضرة النهاردة، إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم:
لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.